اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي اسواق. يسرنا ان نستضيف معنا في هذه الحلقه اليوم الدكتور ماجد الساعدي رئيس مجلس الاعمال العراقي في الاردن. اهلا بك دكتور. دكتور بدايه دعنا نتحدث عن الموضوع الابرز في العراق والاردن وهو معبر طريبيل واغلاق هذا المعبر واثره الاقتصادي طبعا على الدولتين. بالتأكيد شكرا على الاستضافة. الحقيقة أنا وصلت من بغداد قبل ساعات فقط. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وكانت لقاءاتنا مركزة حول فتح الطريق والأسس، وكان معالي وزير الدفاع العراقي في عمان قبل كم يوم وزار المعبر، والبارح سيروا 200 عربة وتريلا وآلية إلى الطريق كخطوة تجريبية، ووصلت بسلام وأمان الحمد لله، ونتوقع فتح الطريق خلال أيام. لا يجب أن نعطي تاريخ محدد لكنه خلال أيام إن شاء الله. إغلاق الطريق سبب إرباك كبير للاقتصاد الأردني ولنا كصناعيين أيضا مستثمرين بالبلد. مصانعنا أغلقت لثلاث سنوات، أثر على إمكانية ديمومة الصناعات، وإحنا محظوظين الحقيقة كون شركة قابضة ولدينا استثمارات متعددة، فإذا توقفت أحدها الصناعات الأخرى والاستثمارات الأخرى ممكن أن توازنها، لكن الأخوان اللي عندهم ومستثمرين كثيرين أعضاء عندي في مجلس الأعمال العراقي اضطروا إلى مغادرة الأردن، إلى تركيا، إلى دبي، إلى مناطق يستطيعون أن يصدروا صناعتهم. إيجاد بديل بسبب إغلاق الحدود، ولا تنسي الحدود السورية أيضا مغلقة، فإحنا في حصار تام. كم دام هذا الإغلاق دكتور؟ ثلاث سنوات. ثلاث سنوات يعني منذ 2014، وحتى قبل 2014 بأشهر بدأت العمليات العسكرية بالمنطقة. كانت البلدية. الحركة أصلاً أيضاً خفيفة. كانت خفيفة. لأسباب عدة وليس أمنية فقط. كان الاقتصاد العراقي يمر في أزمة، عدم متوفر السيولة للدفع، الطريق مسدود، المنافسة هائلة، المنتجات الإيرانية والتركية والصينية الأسواق مفتوحة. فوجدنا صعوبة بالتنافس وإيصال البضاعة. يعني آخر شحنة من منتجاتنا صدرناها في 2015 اضطرنا أن نشحنها إلى الكويت عن طريق العقبة، ومن الكويت إلى البصرة، ومن البصرة إلى بغداد، فكلفة الشحن صارت موازية لكلفة البضاعة فلم تستوفي. هنالك أمور عديدة تتعلق بالمنتج الأردني ومدى تنافسيته بالسوق العراقي. كما ذكرت البضاعة الإيرانية أغرقت الأسواق العراقية، والإيران كدولة جارة تحت حصار أمريكي شديد وأوروبي تبحث عن العملة الصعبة، فكانت تدعم منتجاتها، كانت لها بمثابة فرصة، هذه فرصة للحصول على العملة الصعبة. فالتاجر الإيراني يستلم قيمة بضاعته من الحكومة الإيرانية بعملتهم المحلية التومان، والحكومة تستوفي الدولار من عنده، فبالتالي كانوا يبيعوا بأسعار خيالية ورخيصة أوقفتنا على المنافسة، لم نستطع المنافسة. وأيضا سببت في دمار هائل إلى الصناعات العراقية والزراعة بالذات، بسبب أن المزارع العراقي لم يستطيع الاستمرار في زراعته وإنتاج منتجاته لأن المنتجات الإيرانية أرخص لأسباب عدة ولأسباب سياسية وسببت. ولكن في السابق كان المنتج الأردني عليه إقبال من قبل السوق العراقي. بالتأكيد. لا تنسي أنت هذه العلاقة، أنا صار لي في الأردن 26 سنة حقيقة، وبال 91 وبعد حرب الكويت وتحريرها مرة أخرى كان هنالك 1.5 مليون عراقي مقيم في الأردن في 91، هجرة كبيرة وهائلة، بالإضافة إلى أخواننا الفلسطينيين اللي هجروا من دول الخليج وبالذات الكويت. فكان في الأردن في ذلك الوقت لا يقل عن 1.5 مليون لاجئ، مو لاجئ يعني زائر إذا تسميها، من العراق ومن الفلسطينيين. وهذه الهجرة في ذلك الوقت غيرت من الديمغرافية، غيرت من الكلتشر، من الخدمات المتوفرة، وبالتالي كانت نعمة وليس نقمة على الاقتصاد. تحرك الاقتصاد بشكل كبير، استثمارات كبيرة اجت مع هؤلاء الناس، خبرة
أيضا طبقت، وتجارب عمل كثيرة في دول الخليج وفي أوروبا من الزائرين من المقيمين الجدد اللي انضافوا. وفي ذاك الوقت كانت الهجرة من الصناعيين بالذات، وإحنا أسسنا صناعاتنا بال92 و93 خصوصا إلى السوق العراقي. كان السوق العراقي يستوعب 100% من الإنتاج الأردني، من الأدوية، من الصناعات الغذائية، صناعات المتوسطة الصناعية، المضخات والمولدات الكهرباء والكهربائيات، أي شيء يصنع في الأردن يستقبل بالعراق بكل رحابة صدر وبكل ترحيب، وكانت إن أولوية بالتنافس كالصناعات الأردنية. وهذا موقف سياسي بسبب وقوف الأردن مع العراق في موضوع الكويت، كان إلى أولوية بالتصدير، والحدود مفتوحة أيضا كانت، يعني ليس هناك عوائق، واستمر هذا الاستثمار وأصبح الأردن بلد جاذب بشكل كبير إلى المستثمرين العراقيين وحتى العرب اللي عندهم مصلحة في التصدير إلى السوق العراقي فضلوا يكونوا بالأردن عن طريق الأردن اللي هو القرب الجغرافي كم ساعة وسهولة الحركة، التسهيل، الأجواء النفسية ما بين البلدين والشعبين والحكومتين رائعة كانت. فبدأنا، لكنه بدأ الحصار الاقتصادي على العراق صحيح. سبب آلام كبيرة، وأيضا الأردن تصدى لهذا الدور وكان الدولة الرئيسية التي تصدر للعراق والمنفذ الوحيد الحقيقة لتصدير كل المنتجات. دكتور، ما هي سياسة الدولتين الآن أو الجانبين العراقي والأردني للحيلولة دون تكرار إغلاق هذا المعبر؟ هل كان هناك احترازات أو خطط احتياطية لعدم تكرار إغلاقه؟ هل تم دراسة هذه الأمور؟ الإغلاق إجا لعدة أسباب، يعني حتى قبل احتلال داعش لثلث الأراضي العراقية، والصحراء المحاذية للأردن هي تمتد إلى الجزيرة وتمتد إلى الموصل، فهنالك خط ممكن أن يشكل تهديد أمني إلى أرواح وبضائع الناس اللي تخطر على الخط. لكن الآن الوضع وما استشفيته من المسؤولين الأخوة في بغداد، هناك رغبة شديدة لفتح هذا لحاجة عراقية أكثر ما هي حاجة أردنية. الأردن منفذ مهم وبلد مهم بالنسبة للعراق، عشان الحركة الاقتصادية على الجانبين. بالتأكيد بالتأكيد، يعني الآن أنا يعني اللي شفته الحقيقة ورجونا صور الستلايت، حجم التريلات والأعداد المتهيئة للدخول الآن، وبعض أخواننا التجار من الآن بدوا رتبوا عقود تجهيز الأدوية، مواد غذائية، المنظفات، الصناعات الأردنية. إذن هو في القريب العاجل سيتم القريب خلال أيام، يعني خلال ما أريد أن أنطي بس، لكنه خلال أيام إن شاء الله، ونتمنى أنه قبل العيد، يعني هذا أملنا الكبير. الآن الموظفين الحدود موجودين من الطرفين، الجمارك، الجوازات، كل من في موقعه ومداومين وجاهزين. الإجراءات الأمنية، القافلة العسكرية اللي طلعت كتبت تقريرها إلى معالي الوزير إنه الأمور تمام. في بعض الجسور اللي مهدمة أثناء القصف، لقول لها منفذ آخر، روت آخر اللي يتجاوزوها، لكن بعون الله إن شاء الله، وهذا تكون فاتحة خير لتحريك الاقتصاد الأردني. وإحنا الآن بدأنا بتجهيز مصانعنا مرة أخرى تهيئا إلى افتتاحها قريبا بعون الله. نعم دكتور، هناك كما ذكرت أكيد شركات ومستثمرين بحثوا عن أسواق بديلة في هذه الفترة، كيف برأيك يمكن إعادة استقطابهم إلى الأردن؟ أنا الحقيقة زيارتي إلى بغداد كانت لترأس وفد القطاع الخاص العراقي في استقبال وزير التجارة السعودي وعدد كبير من رجال الأعمال السعوديين. فأنا دعيت أخوان من دبي، رجال أعمال، ومن بيروت من العراقيين المغتربين رجال الأعمال، أن يحضروا معنا في هذا اللقاء. وكان هذا سؤالهم، يعني أنه متى يفتح الطريق، سؤال يعني هم لحد الآن يتخوفوا أنه سيكون سهل أو صعب برأيك. يعني كانت أسئلة لا هي مو صعب، لكنه يرافق التسهيلات الأخرى اللي يمكن راح نتحدث عنها في لاحقا بالبرنامج. يعني هم تركوا ليس فقط بسبب الحدود، وكان سبب احدى الاسباب، احد الاسباب اللي نهت الموضوع، الاسباب الرئيسيه هي الصعوبات على المستثمر في صعوبات محدده بالاقامه، بال
الاستثمار بالعملة بالقروض الفوائد البنكية عدة عوامل. أنا دائما أتحدث ما هي هذه العوائق؟ هل لك أنت يعني هذا موضوع كبير وطويل. نعم. وإحنا نتحدث فيه مع الأخوة المسؤولين في الأردن بشكل دائم. التغير الضريبي يعني المستثمر يسوي feasibility study دراسة جدوى إلى مشروع ويسأل عن الضرائب والعوائد والغرامات ضريبة. نعم. المبيعات كاملة حتى يدخلها في دراسته ويتفاجأ بعد 4-5 سنوات يضيف ضرائب إضافية. نعم. وبالتالي الجدوى تختلف ونحاول نحلها نحاول نتصل مع الأخوة. أنا أتفهم الاقتصاد الأردني هو اقتصاد ريعي معتمد على الضرائب بالدرجة الأولى، ليس هنالك موارد كثيرة أو طبيعية. زيادة برأيك هي زيادة كبيرة أو مضطردة؟ زيادة كبيرة وغير متوقعة وغير متفق عليها، وهذا ما يسبب تخوف لدى المستثمر اللي مخلي مثلا على سبيل المثال أنه هو ممكن تكون أرباحه 10% على استثماراته ويخلي له 100 مليون استثمار، وبالتالي تجي ضريبة 12% بشكل مفاجئ لأنه هنالك حاجة إلى تمويل وسير الدولة، وهذا شيء شرعي ومطلوب. لكنه المفاجأة في إضافة الضرائب، المفاجأة في إضافة ضريبة المبيعات على منتجات بالأساس هي معفاة من الضريبة، سببت إرباك للمستثمر وأصبح ليس هناك جدوى أنه يستمر في هذا المشروع، فاضطروا إلى نقل أحد المستثمرين العراقيين الأدنى الكبار حقيقة، نقل مصانع إلى الهند في مسافة هائلة وبعيدة، لكن الجدوى الاقتصادية العمالة المواد التسهيلات التي يجدونها هناك ليست كما هي من رخص العمالة الطاقة شيء آخر. يعني هلكنا احنا كمستثمرين الحقيقة في كل القطاعات، اسعار الطاقة الكهربائية هائلة وزيادة مستمرة كل سنة 15%. طب انا حاسب جدوى دراستي الاقتصادية انه سعر الطاقة كذا رقم محدد، لا يمكن أنا كل سنة أزيد 15. طب أنا أرباحي ما بزيد 15% على المشروع. صحيح. كيف أدفع طاقة 15؟ الأمانة وضرائبها المتعددة، أمانة العاصمة، ضريبة المبيعات، ضريبة الدخل إلى آخره، مجموعة من الضرائب والرسوم اللي تستوفيها الدولة وهي بحاجة إلها، يعني هذا حق مشروع، لكنه يجب أن تكون واضحة للمستثمر منذ البداية ولا تغير طيلة. هي ليست واضحة منذ البداية؟ لا تكون يعني احنا نتفق، لا يتم طرح هذه الأمور يتم طرحها ونتفق عليها ونمشي بالجدوى، وإلا بعد سنتين تتغير الحكومة وتضاف شيء جديد، وهذا رسالة ممكن تقلق المستثمر. الآن الحكومة بالحقيقة وحتى حكومة الأخ عبد الله النسور حاولوا التخفيف من هذه والتفهم ومحاولة حلها، لأنه هنالك دوائر متعددة ليس هنالك قرار واحد. الضريبة عندها اهتمام، الأمانة عندها اهتمام، المناطق الحرة كل واحد عنده رسومه ويجب أن يحصلها. صحيح. وبالتالي ليس هناك جهة مركزية اللي ممكن أنه تنهي هذه الأمور. الوضع الأمني أيضا، احنا محاطين بحزام ناري سوريا والعراق وفلسطين، ولكن الأردن نوعا ما يعني أكيد ليس نوعا ما هو بلد آمن ومستقر. بالتأكيد الأردن، لكنه الرسالة اللي تصل للمستثمرين من الخارج، أنت إذا حدودك كلها مغلقة تقصد المنطقة ككل. المنطقة بشكل عام بشكل عام، يعني احنا في قطاع السياحة نتأثر عن أي خبر. صحيح. حادث دهس بالشارع ممكن أنه يلغي لنا حجوزات على الفنادق، حجوزات على الطيران، وإحنا من كبار المستثمرين في قطاع الخدمات المساندة للطيران نتأثر عدد الركاب بالأخبار. أنا أذكر لما النظام السوري في أحد الحالات ضربوا كيمياوي أو قبل سنة أو سنة ونص، هاي ألغيت حجوزات عندنا بالفنادق. طب إحنا شو لنا علاقة يعني إحنا بالأردن؟ لكن السائح والمنطقة وعدم الأمان المنطقة كلها عدم الاستقرار ينطي رسالة خاطئة. هذه مع الضرائب اللي تكلمنا عليها، مع إغلاق الحدود، مع الجو العام، المستثمر يجد أنه أنا من الأفضل ممكن أكون في مكان آخر. ليس لكن المشكلة ليس هنالك مكان آخر، يعني الدول المجاورة للعراق عندك سعودية وإيران والكويت. صحيح. وتركيا أيضا لديهم مشاكلهم. اللي يبحث عن السوق العراقي في قناعتي الأردن أهم موقع، وهذه الإجراءات والمشاكل نستطيع نحلها، يمكن البلد الوحيد
في العالم اللي أنا مستثمر فيه، وإحنا عندنا استثمارات عديدة في دول، إنه نرفع التليفون نتكلم مع الوزير، مع رئيس الوزراء، مع الحكومة، وهذه ما موجودة في دول أخرى يعني. صحيح. وأنا دائما أشجع الحقيقة المستثمرين اللي يجوا، بالرغم من المشاكل، بالرغم من الوضع الأمني، الأردن يبقى واحد استقرار وأمن، حكومته شفافة، جلالة الملك يدعو إلى الاستثمار والمستثمرين ويلتقي بنا من بين الحين والآخر ويسألنا عن مشاكلنا، وهذا ما موجود في أي دولة بالعالم يعني. صحيح. إخواننا المستثمرين بالخليج، بالإمارات ودبي والكويت، يمكن يعني هناك سلبيات وهناك إيجابيات، لهم سلبيات وإيجابيات، لكنه من صير عنده مشكلة يمكن يشوف له موظف بالبلدية، هذا أقصى ما يستطيع. صحيح. أن يصل إليه، وبالتالي مشكلته تظل معلقة. وعندنا إخوان مشاكلهم معلقة في الإمارات صار لها 6-7 سنوات على أمور مالية. صحيح. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لمتابعة برنامج أسواق، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا وعودة لمتابعة برنامج أسواق، وضيف حلقة هذا الأسبوع الدكتور ماجد الساعدي رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن. دكتور ماجد، كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن المشاكل التي يشكو منها المستثمرين في الأردن، وطبعا أيضا رؤوس الأموال هاجرت كما ذكرت إلى دول أخرى مثل تركيا ودول أيضا أخرى غير الأردن. برأيك ما المطلوب من الحكومة لتسهيل الاستثمار أو إعادة جذب هذه الاستثمارات؟ الحكومة والحكومات الحقيقة المتعاقبة بذلت جهد كبير بالاتصال بنا. كان هنالك في لجنة في رئاسة الوزراء ونجتمع شهريا برئاسة نائب رئيس الوزراء لمتابعة شؤون ومشاكل المستثمرين، لكن المشكلة هي أكبر من الحكومة في قناعتي. الوضع الإقليمي والدول المجاورة، صغر حجم السوق الأردني، فكل المستثمرين اللي يجوا هو لا يجي يعني يأتي باستثماره لتسويق منتجاته إلى السوق الأردني، هو يطمع إلى سوريا، العراق، مصر، فلسطين، إلى الأسواق المجاورة. كون الأردن بلد مستقر وآمن، تشريعاته جيدة، البنية التحتية ممتازة، الاتصالات، البنوك، التعليم، كل الخدمات المساندة للاستثمار متوفرة في الأردن، ويمكن ما متوفرة في بلد آخر حقيقة. لا. الحكومة دورها الآن الحقيقة أنا أقترح عليهم هو أنه يطلعوا روتشو، مجموعة من الوزراء يذهبوا إلى الدول اللي هاجروا لها المستثمرين، وإحنا مستعدين أن نساعدهم في هذا، إلى تركيا، إلى لبنان، إلى الخليج. نعم. ويلتقوا بمستثمرين جدد ومستثمرين رحلوا عن الأردن لأسباب لا تتعلق بالحكومة، تتعلق بالوضع الإقليمي. مستثمر يأتي بأمواله، دراسة وضع الإقليمي خارج الأردن وكيف تسير الأمور، تسير الأمور يعني مثلا الكثير هاجروا بسبب إغلاق الحدود سوريا والعراق. الآن أنا في قناعتي حتى مع سوريا ممكن أن تفتح قريبا مع الجنوب الآمن اللي في وقف إطلاق النار، وإحنا نتابع الأوضاع. الآن في إعادة إعمار كبيرة ستبدأ في جنوب سوريا إن شاء الله، في كل سوريا نأمل. العراق قادم خلال أيام يفتح الطريق، إعادة إعمار بعد تحرير المناطق. الوضع في تحسن، في تحسن، إحنا متجهين نحو الاستقرار بالمنطقة. فيما يخص الأردن أهم منفذين لديه هو طبعا الاستقرار، هو سبيل وصول الازدهار الاقتصادي بالتأكيد. أنا متأكد إذا فتح الطريق ما بين العراق والأردن هناك الكثير من المستثمرين اللي مصانعهم لا تزال موجودة، أنه ممكن أنه يرجع للأردن حتى يشغل مصانعه إلى السوق العراقي. بشكل عام في العراق، وهذه معلومة من السوق، كثير من العراقيين يفضلون المنتجات العربية على المنتجات التركية والإيرانية. نعم. وهذا نابع من الشعور القومي والشعور العربي وشعور الرفض. أيضا اعتادوا على هذه المنتجات. لا لا، هناك سبب أعمق من هذا الاعتياد، هو شعور الرفض للتدخلات
السياسية من الأمور السياسية. نعم سياسية. فأنا كنت في البصرة أيضا، وهناك بضائع تركية وإيرانية عديدة لا تفضلها على فالمواطن يفضل يشتري الصيني ولا بيشتري من هذول، عنده موقف يعني صحيح. تاريخي عمره 5000 سنة ومو جديد صحيح من هذا البضائع. فأعتقد دخول الأردن والمنتجات الأردنية وهي جيدة يعني ضمن كل المقاييس وتعودوا عليها لسنوات كبيرة، نأمل هذا الانفتاح يشجع المستثمرين. تمنى من الحكومة مزيد من التسهيلات والوضوح والشفافية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم وإلى آخره، تسهيل معاملات الإقامة والدخول والخروج. والإخوان الأجهزة الأمنية الحق أمانة يعني ما مقصرين، وإحنا على تواصل دائم معهم فيما يخص كل مستثمر وأقاربه وأهله وزرع. أنا أتفهم الوضع الأمني حساس جدا، الأردن محاط في دول لا تزال مشاكل ولا تزال عصابات الإجرامية داعش وغيرها. أيضا اللجوء أثر على اقتصاد الأردن، كم مليون ونص لاجئ معيشتهم وما مشروبهم، الدول المانحة لم تقدم سوى 20%، لم تلتزم. نعم لم تلتزم، فيتحمل مسؤوليته ويتحمل مسؤوليته الأمنية أيضا. صحيح. فأتفهم الدول المحددة بالفيزا دخول الآخرين، لكنه حتى الفيزا العراقيين الآن بدأت يحصلون عليها في 24 ساعة، في وقت معين كانت طول 3 أسابيع، وبالتالي سببت إرباك إلى حركة الزائرين. احنا خلينا اقتراح مع معالي وزير الداخلية السابق انه ينطوا المولتيبل فيزا، الفيزا المتعددة الدخول للعراقيين، هنالك العراقيين كل خميس وجمعة من بغداد بحدود 18-20 طائرة اللي تطلع إلى بيروت. هذا القانون لا يزال يعني ما اعرف وين العائق الحقيقة. الخميس والجمعة كما ذكرت هنالك 18-20 طائرة من بغداد إلى بيروت، البصرة إلى بيروت، الموصل إلى بيروت، كل المحافظات. يروح اللي يريد يسهر، اللي يعمل تسوق، اللي عنده علاج، اللي كذا، 3-4 أيام. فشو الظاهر أن تعطيه متعددة لمدة سنة، كل ما يعجبه يركب هالطائرة ويجي، يحرك لنا السوق، يحرك لنا المطاعم، يحرك صحيح. الأسواق، الفنادق إلى آخره. ولما تعطي واحد تصريح أمني وكليرنس وما عليه شيء لمدة واحد، إذا شو الضرر تعطيها 6 أشهر أو سنة أو. فتفهموها الإخوان، وما أعرف ليش ما طبقت لحد الآن، يعني نأمل أن تطبق. هذا راح تفتح لنا حركة كبيرة وأعداد هائلة للناس اللي تجي للطبابة. العلاج في الأردن يعني إحنا مقوماتنا الرئيسية هو التعليم والصحة والبنوك كاقتصاد أردني. نعم. خلينا نركز على هذه، خلينا نجيب هالأعداد الهائلة. كانت البنوك الأردنية إحنا نفتح اعتمادات إلى أيام التسعينات إلى المصانع العالمية لاستيراد المواد الأولية، ننتظر بالدور أسبوع حتى نقدر نشوف الموظف اللي يفتح لنا اعتماد، من كثر الشغل والناس والأعداد الهائلة اللي تشتغل مع البنوك. نعم. كذلك المستشفيات والمدارس. نعم دكتور، جلالة الملك أيضا له جهود في موضوع الاستثمار وتحفيز الاستثمار، فمؤخرا وضع خطط ونادى بوضع خطط لتحفيز الاستثمار. برأيك هل ممكن أن تكون يعني حلول ناجحة أو خطط ممكن أن يكون لها مستقبل في الأيام القادمة أو في المستقبل القريب؟ بالتأكيد، يعني الخطوة الرئيسية اللي احنا فرحنا لها الحقيقة كقطاع خاص أنه رئيس هيئة الاستثمار أصبح وزير الاستثمار أيضا بالحكومة، فبالتالي المعلومات والمشاكل والمعوقات اللي كنا نشكيها إلى رئيس ستكون أقرب الآن، ستكون قريبة في مصنع القرار. وبالتالي احنا كمستثمرين وأنا شخصيا كمستثمر عندنا مشاكل عديدة، ساهم الأخ معالي وزير الاستثمار في حلها، تدخل مباشر، وصار هذه الحلقة اللي كانت البعيدة أو المفقودة أصبحت جزء من آلية اتخاذ القرار، وهذا شيء مهم وكبير. الآن بدأوا يروجون وتصلنا معلومات ترويجية كثيرة، احنا سنقوم أيضا بدورنا كمجلس، وهو هذه أهداف المجلس منذ تأسيسه ب 2006 بموافقة سيدنا جلالة الملك على تأسيس أول منظمة غير أردنية لجالية الحقيقة. مجلس الأعمال العراقي من أهدافه الرئيسية هو توطيد العلاقة الاقتصادية ما بين البلدين، تشجيعها من خلال المؤتمرات والتوعية والبرامج المشتركة، المساهمة في نشاطات المجتمع المحلي ودعمه
المساهمة في حل مشاكل المستثمرين وجلبهم والتشجيع إلى تعظيم الاستثمار سواء العراقي أو العربي في الأردن. فإحنا مصلحتنا مشتركة، يعني المستثمر العراقي يختلف عن أي مستثمر آخر في الأردن بالذات. المستثمرين الآخرين يبعثون أموال، يخلي خطة، يستثمر في فندق أو شراء، لكنه موجود في بلده. المستثمر العراقي موجود في الأردن، فهو جزء من المنظومة الاجتماعية والثقافية والأمنية، يعني أمن الأردن من أمن الشخصي. نعم، لأنه أصبح جزء من هذا، جزء من المجتمع، مساهمته كبيرة، أولاده بالمدارس، يستعمل المستشفيات والمطاعم والأطباء والتعليم. نعم. فهو جزء من المنظومة وجزء يجب أن يحافظ عليه بشكل كبير، لأنه عنده إضافات نوعية إلى الاقتصاد. يعني إحنا في مجلس الأعمال العراقي الآن عندنا بحدود 3700 عضو المشاركين، استثمارات تجاوزت 18 مليار دولار في الأردن، وهذه أرقام هائلة وكبيرة لما تتحدثين عن جالية معينة. إحنا لا ننافس الدول مثل فرنسا لأنها حكومة استثماراتهم هائلة، لكن كأفراد أصحاب هاي الاستثمارات موجودين بالبلد ويديمون، ونتمنى هذه الأرقام تصل إلى أرقام أكبر إن شاء الله. بحاجة إلى التواصل مع الحكومة، مع الأخوة المسؤولين في حلحلة الأمور. يعني إحنا أنا في قناعتي من 2006 لحد الآن يمكن حلينا 90% من المشاكل العالقة قبل 2006. يعني الآن تقييمك الوضع أفضل، أفضل بكثير، أفضل بكثير بالتأكيد. طيب دكتور، هناك مفارقة في الاستثمار في الأردن كدولة آمنة ومحيطة كما ذكرت المنطقة هي دولة غير، هي مناطق غير آمنة حول الأردن، واللجوء أيضا أثر على الأردن، ولكن الأردن بلد آمن. ما هي المفارقة بين الاستثمار في الأردن ومثلا دولة مثل العراق تعاني أو يعني نسبيا الوضع الأمني فيها غير مستقر؟ يعني هذا سؤال عميق الحقيقة. المستثمر، وأنا دائما أقول هذه المقولة، كالطيور المهاجرة يبحث عن الدفء والأمان. الدفء هو بالتشريعات وبالمردود المالي على استثماره، والأمان اللي توفر له المنظومة الاجتماعية والمنظومة الأمنية. لكنه المستثمر أيضا يبحث عن المغامرة والمردود العالي، وهذا لن يأتي بدول مستقرة وآمنة. يعني أوروبا مستقرة وآمنة، ممكن أحد يستثمر في أوروبا، ليش يستثمر بالأردن على سبيل المثال؟ أوروبا المردود لا يتجاوز، الموارد التي توجد في الدولة لها تأثير على الاستثمار. هي مو بس العراق دولة، لا بالتأكيد، ما أنا جايك بالجواب على هذا. يعني أنا ذكرت أوروبا على سبيل المثال، لكن المردود على الاستثمار بأوروبا لا يتجاوز 3%. لا يتجاوز، نعم أوكي آمن، لكن يعني 3% هذا أقصى حد ممكن. الفوائد البنكية في أوروبا صفر على الودائع، لا بيعطوا فائدة، صرنا ندفع جور إدارة الأموال إلى البنوك، وهذا شيء. اللي يستثمر في الأردن لازم يكون عنده هدف من ضمن دراسته، أي أسواق هو متجه لها. السوق الأردني سوق صغير، اللي يفكر يخلي استثمارات هائلة فقط إلى السوق الأردني أعتقد محدودين، يعني خصوصا بالقطاعات الغذائية والخدمية والمدارس والهذا أوكي. لكنه أغلب المستثمرين اللي يجي من برا وأجنبي يفكر في العراق وسوريا لأعمارها وفلسطين إن شاء الله. لما الأردن أغلقت هذه الحدود عليه بسبب الحروب وبسبب الأحداث العسكرية أصبح أقل جاذبية للمستثمرين. الآن مع فتح الحدود المعادلة ستتغير، وتتغير بدون شك. يعني احنا أعتقدين العراق بلد نفطي كبير وإمكانياته النفطية هائلة، وبلد دمر بحروب لأربعين سنة. يعني احنا لسه لم نتشافى من الحرب الإيرانية. نعم. بالثمانينات دخلنا بالكويت، دخلنا بالحصار، دخلنا بالأمريكا، يعني بشكل مستمر. فتشوفين العراق ما في بنية تحتية لحد الآن،
الكهرباء والماء والشوارع والطرق اللي هي أبسط شيء هنا موجودة بالأردن ما نفكر فيها أصلاً. هذه أنت ما تفكر إنه تنقطع الكهرباء الآن. هذا غير موضوع الفساد أصلاً، حتى لو هذا موضوع آخر. هذا موضوع أخذت آخر. قروض من صندوق النقد الدولي أو كان هناك منح، هناك أيضاً فساد. هذا موضوع آخر. يعني الفساد لا نتكلم عليه الآن. نتكلم عن استثمار. ذكرت ليش استثمار إلى الحروب وهذه أكيد الفساد يأتي في عدم وجود النظام القوي، عدم وجود الدولة القوية، وفي كل العالم يصير هذا. نعم. يعني ورافق عملية التغيير السياسي بالعراق، ورافق الحصار الظالم واللي هو فكك البنية التحتية للعائلة العراقية، فالقيم تغيرت، المجتمع تغير، وبالتالي ب 2003 كانت الدولة ركيكة جدا، ما كان يحتاج لها حرب إلى أسقاط النظام، هو النظام ضعف بشكل هائل، كانت منهارة أصلا. نعم. لكن العراق بلد واعد، الشركات الأردنية اليوم من الصبح أنا بتكلم مع الإخوان ورؤساء المنظمات بضرورة تحضير وفد كبير من شركات البناء والإعمار ومصانع الأدوية، ونذهب بزيارة مخصصة للتعاقد مع الأطراف المقابلة وليس زيارة بروتوكولية كما يحدث دائما. يعني أنا رحت ترأست وفد القطاع الخاص العراقي استقبال وزير التجارة السعودي، وكان معه رؤساء كبار الشركات العملاقة، وصارت اجتماعات فردية. السعوديين لديهم توجه بالانفتاح على السوق العراقي بشكل كبير، ولديهم بأكثر من أحد الإخوان تكلم عن 20 مليار من المساعدات في قطاعات معينة، وهاي أرقام كبيرة وهائلة. هذه راح تحرك السوق وراح نستفيد منها احنا القطاع الخاص اللي في الأردن. يعني احنا راح نذهب وننفذ. يعني السعودي لا يزال قلق من انه يذهب هو شخصيا لتنفيذ مشاريع. احنا الشركات الاردنيه والعراقيين الموجودين هنا راح نكون اهلهم. ايضا القطاع النفطي، هنالك اكثر من 50 شركه نفطيه عالميه، شيل وبي بي واكسن موبيل والصينيين موجودين في كل انحاء العراق. هذا خلق نوع من الاطمئنان في هذا القطاع، في هذه الصناعات النفطيه و الغازية. هنالك أنبوب النفط العراقي ما بين العقبة والبصرة، وهذا احنا منذ 2006 نداعي به بمجلس الأعمال العراقي، وخلينا مشروعنا الرئيسي وهدفنا الرئيسي انه يجب ان ينفذ، ليس لحاجة أردنية فقط لكن لحاجة عراقية بحتة. العراق في خطة التنمية من ضمن برنامجهم يصل الانتاج الى 10 مليون برميل يوميا، وهذا ممكن جدا الان ممكن يطلع 10 مليون. اذا هناك عوامل تتمتع فيها العراق بالتأكيد. ممكن ان تجذب ممكن الاستثمار. تجذب الاستثمار، وبالتالي خط الانبوب اذا تسمحي لي نتحدث عنه، يعني هذا يمكن اهم حدث في تاريخ العراق العراقيه الاردنيه الاقتصاديه. مجلس الاعمال كان له دور كبير في للترويج، وكان هنالك في البرلمان العراقي صعوبات كبيرة لتمرير هذا المشروع لوجود ناس تمثل مصالح إقليمية لم ترغب في الأردن أن يستفيد من هذا الأنبوب، ومواقف سياسية متعددة، لكنه استطعنا أن نتجاوزها واستطعنا أن نشتغل على الأرض بالعراق مع النواب مع وزارة النفط. أنتم كمجلس أعمال، مجلس أعمال بالتأكيد أعضائنا، وإلى أن وصل إلى النتيجة والحمد لله وقع الاتفاق ورح مر بمنطقة النجف وبعدين إلى الأردن، ودخلت مصر على الخط بعد ما شافت أنه هذا الأنبوب راح يمتد وهي بحاجة إلى الغاز، هو غاز ونفط يعني في نفس الوقت، هي بحاجة إلى الغاز حتى لا تعتمد على الغاز الإسرائيلي. طبعا خطوة كبيرة في إنعاش اقتصاد بلد مثل العراق والأردن. والأردن يعني هنالك في حدود 700-800 كيلومتر راح تمتد من الحدود إلى العقبة، هذه أنابيب تمديد ومحطات ضخ ومحطات غاز وصيانة وأمن وحماية، سيكون لها عوائد كبيرة. فتحرك لنا السوق هنا، الشركات المقاولات الأردنية، شركات التجهيز، الكل متحفزة. والمشروع انحال إلى زميلنا في مجلس الأعمال العراقي أحد المستثمرين الكبار في الأردن، وإحنا سعداء أنه هذا حقق الحقيقة. هذا كنت أنا سميته في أحد المراحل الحبل السري الذي يربط العراق والأردن لا يمكن الاستغناء عنه. نعم دكتور، فاصل أيضا مشاهدينا، فاصل ونعود لمتابعة
حوارنا مع الدكتور ماجد الساعدي، ابقوا معنا. مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم من جديد وعوده لمتابعه برنامج اسواق، وضيف الحلقه لهذا الاسبوع الدكتور ماجد الساعدي رئيس مجلس الاعمال العراقي في الاردن. دكتور، نريد ان نتحدث عن موضوع منفصل الان وهو قطاع السياحه في الاردن ومردوده الاقتصادي برايك. تقييمك بدايه لقطاع السياحه في الاردن. الاردن كبلد اتحدث كمستثمر طبعا وفي قطاع السياحه تحديدا، انا عندي هموم في قطاع السياحه. انا اتحدث عن الاردن كبلد، لديه المقومات السياحيه الهائله، يعني عبر التاريخ الاردن ممر لكل الحضارات اللي مرت من ايام البابليين والسومريين والرومان والاسلام والحروب الصليبيه، وهو موقع يحوي مقابر وقبور الأنبياء والرسل، مواقع تاريخية وأثرية، لكنه للأسف الشديد لم يسوق بشكل جيد كما سوقت مصر على سبيل المثال. ولدينا مواقع وآثار أكثر من مصر في الأردن، وحقب تاريخية مختلفة. مصر يتكلمون عن حقبة واحدة، حقبة واحدة، الأهرامات والفراعنة، لكن احنا عندنا حقب عديده. نعم. اسلاميه، رومانيه، بيزنطيه، بلاد الشام طبعا معروف، فلم تسوق بشكل صحيح. الشيء الاخر، لم تعطى اهتمام. يعني انا في قناعتي وزاره السياحه يجب ان يكون بها اربع وزراء مو واحد. السياحه الدينيه ايضا، هيئه تنشيط السياحه ايضا، يعني تشتغل على قد امكانياتها الحقيقه. واذا تشوفين الميزانيه المخصصه لهيئه تنظيم السياحه، يعني شيء مؤلم، يعني نتكلم عن 10 مليون دولار على بلد كامل زي الاردن، وهذا شيء مؤلم الحقيقه. هنالك عندنا السياحه العلاجيه اللي لا تتوفر في اي بلد بالعالم. عندنا البحر الميت، موقع استراتيجي وحيد وفريد بالعالم، غير هذا السياحة. عين لوزير أسميه وزير البحر الميت في كل معنى الكلمة، بالسياحة، بالعلاج، بالفنادق، بالمطاعم، بالانترتينمنت، بالحفلات المفتوحة، الأمفيثياترز إلى آخره. السياحة العلاجية أيضا، أطباء ومستشفيات على مستوى راقي جدا، كانت تغص المستشفيات باليمن. الطب في الأردن طبعا معروف. السياحة التعليمية، الجامعات الأردنية والجامعات الخاصة أعداد هائلة وكبيرة ومعترف بها وممتازة، غير سياحة الآثار والفنادق والطقس الجميل اللي يتميز به. أين الخلل؟ الخلل بالتشريع والاهتمام. فقط الموازنة لوزارة السياحة؟ لا لا، هي مو بس هذه، يعني في احنا مثلا في قطاع الفنادق لا تزال ضريبة المبيعات 16%. يعني انا مرة حقيقة، وهذه حكيتها وأنا كان جاد فيها، لكن دولة رئيس الوزراء أخذها كنكتة الحقيقة. قلت له طب شو رأيكم أنتم تنطونا 16%، إحنا أصحاب الفنادق، وخذوا الفندق وأنتم استثمروا وخذوا الإيرادات. أنا ما عندي مردود 16، ما عندي 5% مردود، فلكنه من إيراداتي أدفع 16%. شوفي مثلا مصر، إسرائيل، الدول المجاورة، قبرص، يتكلم عن 3-4-5% أقل بكثير الضريبة، أقل بكثير، وطالبنا في تخفيضها. الطاقة الكهربائية، واستجابوا، دولة رئيس الوزراء السابق الحقيقة وافق على أعطانا 50% من فاتورة الكهرباء. أنا كفندق أدفع $100,000 بالشهر فاتورة كهرباء. طب أنا كمستثمر ما بيطلع لي $100,000، وأنا مخلي $100 مليون استثمار. يعني هذه الأمور والرسوم المتعددة والضرائب المتعددة ولكن لو أن قطاع السياحة منتعش لما شعرت يمكن فيه؟ لا، ولو منتعش كان اقتصاد البلد كله انتعش، لأنه السائح عنده تذكرة طائرة، تاكسي، مطاعم، فندق، مستشفيات. إذا كان يجب دراسة هي عملية حلقة متكاملة السياحة ككل. بالضبط، والسياحة هي نفط الأردن. أنا في قناعتي هو هاي الثروة الطبيعية. هنالك كادر بشري مدرب ومتعلم ومثقف، يمكن الآن حتى سواق التاكسيات يتكلمون الإنجليزي، وهذا ما تلقي بلد عربي. صحيح. يعني لدينا المقومات موجودة، المقومات تنعش قطاع إدارة السياحة. أنا مشكلة السياحة هي في إدارتها والتنظيم. نعم. يعني في فترة من الفترات الحقيقة لم يكن هناك وزير سياحة،
بالحكومة السابقة، وتكلمت مع دولة رئيس في وقتها، قلت له يعني أنا أستغرب إنه البلد هاي إمكانياتنا، ما عندنا شيء آخر، إحنا شو عندنا نصدره غير السياحة، وما عندها وزير، وزير يحمل حقيبتين يعني نص وزير بما معنى. قلت له أنا لو في موقع القرار بخلي 14 وزراء سياحة، لأنه هذا هو اللي يجيب لي الإيراد، هذا اللي بيحرك لي الاقتصاد، يحرك لي الضريبة، ضريبة المبيعات، هذا كله. فيجب أن يهتم بالسياحة، بلد جميل، الطقس جميل، استقرار، مناطق سياحية جميلة، كل ضيوفنا الأجانب اللي بيجوا ويزورونا في شغلنا وفي عملنا ينبهروا بالأردن ويرجع مرة ثانية يحجز. صحيح. ويجي طيب احنا ليش ما نستثمرها؟ يعني وين الخلل؟ هل هو بس بالدعاية والإعلان؟ هل هو بالمكاتب السياحية؟ هي بالضريبة؟ هي إدارة ككل كما ذكرت، إدارة متكاملة، ويجب النظر لها بشكل صحيح. نعم دكتور، أين تجد الاقتصاد العراقي والأردني في المستقبل، وما هي التكاملية فيما بينهم برأيك في المنظور القريب؟ الأردن له مميزات كبيرة، الموقع الجغرافي مهم جدا، يعني أنا أنتج بضاعتي وخلال ساعات هي تكون عند المستهلك، اللي يشجع هذه العملية واللي هي تشجعت وصار لها عشرات السنين مستمرين فيها هو النفس العربي، السياسة المتقاربة، جلالة الملك يدعم استقرار العراق وشخصية محبوبة من قبل الشعب العراقي وكل التقدير والاحترام، ومواقف الأردن منذ التسعينات والثمانينات لحد الآن واضحة وصريحة وما تغيرت الحقيقة مع تغير السياسات بخلاف الدول الأخرى. أنا أرى أنه الاقتصاد العراقي مقبل على انفتاح كبير، وإحنا شاركنا في وضع خطة العراق 2030 بالانفتاح وخصخصة جميع قطاعات الصناعة والاقتصاد اللي تملكها الدولة العراقية، وهذه فرصة كبيرة للشركات الأردنية والمستثمرين الأردنيين للدخول في شراكات مع عراقيين لشراء هذه المنشآت وبالتالي تحريك اقتصاد البلدين من خلالها. السياحة جانب آخر، نتمنى موضوع الفيزا المتعددة وفتح المنافذ الحدودية سيأتي بآلاف العراقيين إذا مو عشرات الآلاف أسبوعيا. نعم. للعلاج والدراسة والسياحة وإلى آخره. فأنا متفائل جدا حقيقة، وأرى أنه إحنا في مرحلة الانفراج نحو الانفراج الكلي بعون الله. نعم. أين أنتم من الخدمة الاجتماعية والأعمال أو العمل التطوعي؟ إحنا في مجلس الأعمال منذ 2006 لدينا برامج عديدة ومتنوعة للمجتمع المحلي، ومنها دعم برامج مدرستي اللي أسست جلالة الملكة، وإحنا من أوائل اللي ساهمنا في دعم هذا البرنامج، وهنالك صندوق الأمان للأيتام ونتبنى أيتام أردنيين للدراسة في الجامعات الأردنية، صندوق الأميرة تغريد لدعم النساء، أيضا عندنا مشاركات ودعم لنشاطات السيدات الأقل حظ في المناطق النائية في بناء مراكز لتدريبهم وشراء منتجاتهم وتسويقها. في مجلس الأعمال أيضا اهتمام باللاجئين العراقيين اللي موجودين واللي شكلون ثقل. هناك تواصل بينكم وبين اللاجئين بالتأكيد العراقيين؟ احنا عندنا كفلاء لعدد كبير من الأيتام العراقيين، ونهتم بالجالية العراقية الأقل حظ، عندنا صندوق مع دعم المحتاجين طبيا بالمستشفيات وخصوصا المصابين بالسرطان والأمراض الصعبة، مواقفنا دائما بالمجتمع المحلي في دعم كل الأنشطة، وهذا جزء من مسؤوليتنا الأخلاقية والتاريخية كوننا مستثمرين. نعم، ونعتبره جزء الحقيقة من رد الجميل إلى الأردن والمجتمع الأردني لاحتضاننا واهتمام بنا كل هذه السنوات. نعم دكتور ماجد، ما هي رسالتك التي تريد أن توجهها عبر قناة الأردن اليوم للمشاهدين وللشباب ودورهم، خصوصا أن الشباب هم أساس المجتمع؟ بالتأكيد أنا من الداعمين الكبار إلى الشباب، وخصوصا بالأردن اللي أقل من سن 25 سنة يتجاوز 65%، وهذا رقم كبير. نعم. ومؤثر ويؤثر بالمستقبل إذا ما احتوينا هذا الشباب ووجهناهم بالشكل الصحيح والتعليم الصحيح والثقافة الدينية الصحيحة المبنية على التسامح وقبول الآخر والجهد بالعمل ومتابعة العمل الحثيثة. احنا افتخر في احد منشآتنا وهو فندق الميلينيوم انه عندنا 300 موظف، 300 بالكامل من الأردنيين بالكامل،
وهذا شيء فريد في هذا توفير فرص للشباب بالتأكيد. وإحنا في صندوق الأمان للأيتام أيضا نأخذ الشباب اللي يهتمون يشتغلوا في قطاع السياحة ونعطيهم فرصة للعمل. وهذا العدد الهائل من الأردنيين في فندقنا هو أحد العوامل الرئيسية اللي فزنا فيها بتصنيف السبع نجوم من منظمات الدولية بسبب العمالة المحلية التي من الشباب التي هي من فئة الشباب بالتأكيد. دكتور ماجد السعدي رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن، شكرا لوجودك معنا ضيف في برنامج أسواق، سعدنا بحوارك، شكرا جزيلا لك. شكرا. وأنتم مشاهدينا نشكر لكم طيب المتابعة، نلقاكم في حلقة جديدة مقبلة الأسبوع المقبل بإذن الله، إلى اللقاء.